أنا اسمي منة طلال خالد وعمري 10 سنوات. احنا قاعدين في البيت، أنا هاي صار انقصد. لما نحكوا إيش لون، رحنا على القصيدة عند التوام، رحنا من التوام على انصراط، من انصراط على خان يونس. دمروا الكرامة، دمروا بيوتنا وتقصفوا دارنا. وأني صعب مش كويس، وأنا مش حابة هذا الوضع. نفسي نرجع على بيتنا وهو يكون سليم. لا بروح عشان ندرس في الحرب. أنا إيش أنا دارس في الحرب؟ بدفعش أصلاً، بنام على بطانية وبتوطف بطانية بس. بتنصر علينا وبتنور زي المية الخيمة وبتصير عومة. أقعد ألعب مع صحباتي، أقعد أعمل إيش في دارنا. نفسي أرجع يوم بس على دارنا، نفسي أروح غزة، نفسي تصير وزنة، نفسي يصير إشي، نفسي نكون بأمان، نفسي نكون بغزة، نفسي نكون كويسة. This Ramadan, Human Appeal is on the ground, providing Palestinian children with food, water, and shelter. But displaced children like Mena need your continued support. Please, give Gaza's children your mercy. Give mercy now.